اهلا بحضراتكم من جديد، بجد تحيه بحضراتكم، ايضا برحب بضيوفي، ضيوف الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم الاهلي امام انبي. في البدايه ازيك يا دكتور ثابت؟ الحمد لله تمام، شرفنا ومنورنا. ده شرف ليا يا كابتن اسامه، وبالتوفيق كده ان شاء الله. ايضا لاول مره معانا نجم الاهلي السابق كابتن احمد شكري، منورنا يا كابتن احمد. حبيبي يا كابتن اسامه، ومبسوط طبعا ان الواحد موجود في بيته وقناه النادي الاهلي، واول بدايه جديده ان شاء الله، وباذن الله اتمنى طبعا التوفيق لفرقتنا النهارده باذن الله. خلي البدايه معاك النهارده، وانت ضيفنا النهارده لاول مره، وانت واحد ايضا من ناشئين النادي الاهلي، وانت 8 سنين دخلت النادي الاهلي، مين اللي اكتشفك في النادي الاهلي؟ يمكن كان معانا كابتن بدر رجب، طبعا مطلع اجيال واجيال، طبعا حضرتك عارف الكلام ده كابتن اسامه، وكان كابتن محمد وهبه، كابتن محمد السيد، كل دول عدوا عليا في مرحله الناشئين، وطبعا كان المدير الفني طبعا الاجنبي ساعتها برضو الهولندي هو اللي كان موجود، مستر كورفر وقتها. مستر كورفر بالظبط، يمكن طلع اجيال كتيره كابتن اسامه، ويمكن حضرتك عامل حاله مختلفه، وده اللي انت عايز توصله، ان قطاع الناشئين دلوقتي مهم جدا بالنسبه للعالم كله. فده اللي احنا اللي حضرتك بتقدر توصله، ان الحمد لله احنا طلع لعيبه كتير جدا من الفريق الاول، فطبعا حاجه محترمه، ونتمنى ان شاء الله يطلع لنا نجوم كبيره باذن الله في المستقبل ان شاء الله. شايف الفكره ازاي؟ فكرة إذاعة المباريات حصريا على قناة النادي الأهلي، وقناة النادي الأهلي ليها السبق في هذه الفكرة، إن الولد الصغير يتذاع له مباريات وبعد كده بيطلع الدرجة الأولى، تعود على هذا الوضع. وعرضنا قبل الفاصل شفنا نجوم كبار، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم وغيرهم وغيرهم، يعني كنا زعنا لهم هم لسه في قطاع الناشئين. بص كابتن أسامة، يمكن حاجة مهمة جدا إن أنت اللي هو اللي لسه بيبقى صغير في السن، فإن أنت تذيع له ماتشات وهو يبقى عارف قبل الماتش بيوم يا كابتن اسامه ان الماتش ده متذاع وهيتذاع لايف، فحاجه مهمه جدا، عشان زي ما حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان انا اللعيب دلوقتي هشوف الضغط بتاعه هيتحمل ولا لا، لما يكون ماتش عارف مثلا اهله بيتفرجوا، اصحابه، مشاهدين النادي الاهلي في اي مكان بيتفرجوا عليه، ففي سن صغير كده، فدي حاجه كويسه بيعود الولد وهو صغير ان هو يتعود على الضغوطات. ان انت لما تعمل استوديو تحليلي، معلش احنا على ايامنا كانش فيه طبعا الكلام ده خالص، احنا على ايامنا كنا لسه بنتكلم مع الدكتور احمد، كان الماتشات بتتذاع اللي هي مسجله كابتن اسامه، فطبعا مش زي دلوقتي، لا انت دلوقتي انت خلاص بتعامل اللعيب الصغير ان هو نجم كبير، فدي حاجه كويسه جدا. ومع المستقبل زي ما انت اتكلمت، معلش انت عندك منتخب شباب، منتخب ناشئين، كل دوت بتعوده ان هو يتحمل الضغوطات في سن صغير، وهيبان لك مين اللعيب اللي عنده شخصيه وهيقدر يستحمل الضغوطات دي، انه عارف اهله بيتفرجوا، اصحابه، والكلام ده كله. الجماهير بدات تعرف الاسماء الولاد بالظبط. احنا تعرفنا يا كابتن اسامه في منتخب الشباب، يعني احنا لما تعرفنا خلاص كان عندنا 20 21 سنه لما ابتدينا نتعرف، لكن دلوقتي انت خلاص انت بتذيع ماتشات ممكن للولد عنده 14 15 16 سنه بيتذاع له ماتشات، فبيتعرف بدري طبعا، والنادي الاهلي شعبيته في يعني كل مكان مغطيه مصر كلها بالظبط، فالولد ممكن في سن صغير يتعرف يعني. أكيد.